لكن طبعا اهم اخبارنا، واحنا طبعا ما شايفين في تقلبات في الاحوال الجويه، يعني تغيرات جوهريه، يعني ما بين برد وما بين ارتفاع في درجات الحراره. طبعا ده مهم جدا طبعا بسبب التغيرات المناخيه، والقمه المهمه بتاعت جلاسكو اللي كانت تناقش يعني تداعيات هذه التغيرات المناخيه. من تاثيرات التغيرات المناخيه موجات الحر اللي بنشوفها طول السنه، يعني احنا دلوقتي في فصل الخريف، بدانا شهر نوفمبر مع كده الجو لسه في موجات حر، يعني دي مشكله جدا، دي غريب جدا بسبب لنا يمكن الزكام الكثير، تغير في الحاله المزاجيه عشان تغير الجو طبعا، وفي حالات انفلونزا مش فاهمه بقى هي انفلونزا موسميه ولا هتكون اشتباه، يمكن عشان تغير الجو منتشرة قوي الفترة دي، تغير الجو فعلا فاطمة، فعشان كده يمكن احنا بنتمنى يبقى في استقرار في درجات الحرارة. ويعني يمكن حتى خبراء الأصداد قالوا لنا ان بداية الشتاء اللي احنا بنتوقع انه يجي ان شاء الله 21 ديسمبر، يعني لسه كمان معانا تراوح وتغيرات في درجة الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض. عشان هو كده فصل الخريف فعلا فصل تقلبات جوية، ولكن كان دايما معتاد في الفصل ده بيبقى يعني الراجح او الكاسب هو انخفاض درجات الحرارة. سبحان الله، عشان كده هيئة الأصداد الجوية بتكشف عن توقعات حالة الطقس النهارده الاربع، بتقول انه من المتوقع ان يسود طقس كمان مائل الحراره في النهار على القاهره الكبرى او على الوجه البحري والسواحل الغربيه، وهيكون طقس معتدل على السواحل الشرقيه، حار على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. دي مشكله طبعا، لسه الحر مرتفع جدا في الصعيد، بيأثر كمان على الزراعه للاسف. كمان متوقع ان يسود طقس لطيف في اول الليل، مائل للبروده في اخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. ناخد بالنا بقى بالنسبة للهدوم علشان ما يحصلش أي إصابات لا قدر الله. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على كل محافظات الجمهورية.